اليوم لما يجي بين جيشي وحامله هذول ولسه بدها تنزل هي هاي محل ما تبعها تنزل كم شهيد؟ خمسة هذول خمسة على المطرح استشهدوا غير المصابين اللي طلعوا مقطعين قتلهم روح هذول اللي طلعوا عم هلا يا عم مرة وكان معاها كمان ابنها وسوا قريبها تسيبها هذول وقريبها يعني قرايب في بعض بقولوا من دار الحتو بقولوا من دار شو اسمه البرد هاي اللي سمعناه لكن الموجودة أنا اللي حباب السيارة مرة وحاملة هذول هاي هاي حملاهم حملة 200 شيكل بدها تعطيها لاهل الخير لبنتها لمين مكان ولا ما ولا ما بنعرف لمين بس هذول الصواريخ هذول الصواريخ شايفين؟ شايفين هاي الصواريخ نزلت بلبشن شايف هاي الصواريخ هذا سمك هاي الصواريخ هاي هذا معلبات هذه تون قديش عدد الشهداء؟ خمسة سيدة وكم سيدة واربع رجال وبيجي خمسة اصابات شو اسمك يا حاج؟ محمد الداية ايش اللي صار بالضبط باختصار؟ اللي صار باختصار انه مرة جاية هنا متوجهة لعمل متبلغين يخلوا اجوا هنا متبلغين يخلوا معاها اغراض هاي اللي بنعرف واحنا مرة معاها اغراض وحاملة مصارف ايدها احنا لم نعرفها ولا شيء اجت تفتح باب السيارة تفتح باب السيارة قصفوا السيارة لا فيها مقاوم ولا فيها اي شيء ولا اي شغلة والحلاق والخياط اللي موجودين هنا طلعوا يسعفوا قصفوهم الحلاق لابس جلابية والخياط كمان بشوط وين نعم نبدا في النهار مع طلعين نبدا في النهار هاي المرة معانا وساقط سيارة يعني السيارة متحركة رايحة جاية يعني اللي تم استهدافهم هل هم مدنيين؟ مدنيين ناس عباب الله ناس غلابة مدنيين هيو هذا مين بيحملوه؟ هذا قول لي مين بيحملوه؟ قول لي هذا مين بيحملوه؟ هذا عسكري هذا عسكري